الخبر الأخير معنا في هذه الفقرة استمرار فعاليات حملة إعدام وطن ضد أحكام الإعدام في مصر. يتظاهر اليوم ناشطو حملة إعدام وطن أمام منظمة Human Rights Watch في إطار أسبوع أوقفوا الإعدامات في مصر. تأتي التظاهرة برعاية الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان بنيويورك ونيوجيرسي والجمعية المصرية الأمريكية للحرية والعدالة. من ناحية أخرى أبدى مجموعة كبيرة من الصحفيين والحقوقيين التضامن الكامل مع حملة إعدام وطن التي أطلقها نشطاء الأسبوع الجاري من أجل وقف الإعدامات بحق رافضي الانقلاب في مصر. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود الشرقاوي منسق حملة إعدام وطن بالولايات المتحدة الأمريكية. دكتور محمود أهلا بك فندم. السلام عليكم، اهلا بحضرتك دكتور اسامه والساده المشاهدين، وتحيه خاصه كمان لسياده المستشار وليد شرابي اللي كان مشرف حضرتك قبل الكول. اشكرك شكرا جزيلا، ودعني اسال عن فعاليات امام الهيومن رايتس ووتش يعني تجري واسبوع اوقفوا الاعدامات، لو هناك مزيد من التفاصيل حول حمله اعدام وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه الحمد لله يعني تجاوز غير عادي من الناحيه الانسانيه والحقوقيه من الامريكيين والنشطاء في معظم دول العالم مع الحمله، لان هدف الحمله هو انساني بحت، وهو يعني انسان فرق انسانيه، يؤكد على حق الانسان في الحياه وانه لا يصح لاي نظام انقلابي او حتى حكومه شرعيه أن تقضي بإلحاق أرواح الناس بأحكام قضائية دون ما سند من قانون. فالحقيقة الحملة مستمرة بعد الفعاليات الكبيرة التي قامت في جنوب أفريقيا وأوروبا بين فرنسا وألمانيا وتركيا وكذلك إيطاليا. الحملة لديها الكثير بعد مؤتمر أيضا تركيا، كان يوم الاثنين الماضي مؤتمر كان لديه تصريح أمريكية قوية للوكالة الأمريكية وكالة أمازون وغيرها من الوكالات والقنوات، مؤتمر في نيويورك ومؤتمر حملة إعدام وطن بحضور وزير العدل الأمريكي رامزي كلارك وغيره، توماس كوكس وسارة فلاندر، وأيضا تم إرسال بيان شديد الإهانة من هيئة المؤتمر إلى الأمم المتحدة وأرسل بالإيميل ثاني يوم المؤتمر للأمم المتحدة المكتب الحقوقي في اليونايتد نيشن بفرعيه في أوروبا وفي أمريكا، وكذلك تم إرسال رسالة للبيت الأبيض وللكونغرس الأمريكي بأن هذه لا يمكن أن يكون صامتين. نعم. أمام كل هذه. طيب دكتور محمود، يعني هل جاءتكم ردود من هذه المكتبات والمراسلات التي قمتم بها؟ جاءتنا ردود، وإن شاء الله يعني لطلب بعض الجهات ألا نتحدث عنها في الإعلام مؤقتا، طلبوا فنحترم طلبهم وإن شاء الله سنعلن ذلك أمام الإعلام حينما يسمح لنا بذلك، وخاصة ما يجري داخل أرقة الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي. نعم دكتور محمود. نعم. أرجو أن تبقى معي عبر الهاتف، سأعود إليك مرة أخرى. أنضم لنا الآن عبر الهاتف الأستاذ مصطفى البدري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية. أستاذ مصطفى أهلا بك فندم. أهلا بك دكتور أسامة. نعم أستاذ مصطفى، كان لكم بعض التعليقات على حملة إعدام وطن نشرت صباح اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي المشكلة وأنت قد صدر بحقك حكم بالإعدام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا نحن نشكر كل الإخوة وعلى جهودهم وتحركاتهم، يعني طالما أنها تصب في صالح المظلومين في أي مكان، لكن أنا اللي حصل معي أنا شخصيا يعني معترض عليه شكلا وموضوعا. شكلا أن تم عقد مؤتمر هنا في اسطنبول وأنا مقيم في اسطنبول ولم يتم إخطاري بأي شيء عنه، وتفاجئت أن اسمي ذكر فيه وبعض وسائل الإعلام بتتواصل معايا وتسألني عن المؤتمر وعن توصياته أو البيان الختامي أو التحركات اللي هتحصل بعد كده، وأنا ما أعرفش عنها أي حاجة. وحاولت أن أنا أتواصل مع يعني قاموا على المؤتمر بحيث أن هم يبعثوا لي أي بيانات أو أي تفاصيل، للأسف ما فيش حد رد عليه وما جاليش أي شيء، فاضطررت أن أنا أقول أن كل اللي حصل أنا لا علاقة لي به ولا أعرف عنه شيئا. الأمر الثاني اللي هو بقى المضمون، النهاردة بعد ما أنا يعني طلعت التصريحات دي جالي البيان ولقيت ان البيان فيه مناشده ومطالبه للامم المتحده وللمجتمع الدولي بالتدخل لوقف تنفيذ احكام الاعدام في مصر،
وطبعا انا ارفض رفضا قاطعا ان يتم وضع اسمي في طلب مثل هذا، لان انا بعتبر الامم المتحده والمجتمع الدولي هم اعداء الاسلام والمسلمين، وهم بيحاربوا الاسلام والمسلمين في كل مكان. طيب. وانا لا استطيع ان انا استجديهم او اطلب منهم شيء من هذا، وهم بيقتلوا المسلمين في كل حته، وهم بيدعموا السيسي وبيأيدوه في كل خطواته ضد المسلمين في مصر، فبالطبع لا اقبل ابدا ان انا اقدم لهم مناشده، اما ان ربنا سبحانه وتعالى يعيني واقدر انتصر وانصر قضيتي. طيب. واحكم بلدي. سيد مصطفى نعم ارجو ان تبقى معي ودعني اخذ تعليق من الدكتور محمود. دكتور محمود بالتاكيد يعني استمعت الى ما قاله الاستاذ مصطفى البدري، ما تعليق؟ برحب جدا بالاستاذ مصطفى البدري، يعني واعلن تضامني وتضامن الحمله كلها مع قضيتي الانسانيه، وان هو احد هؤلاء الاحرار الذين حكم عليهم بالاعدام فقط لانهم يعني وقفوا لحمايه اصواتهم ولحمايه الشرعيه التي طالبوا بها ولحمايه كنوزتهم في الانتخابات، فحكم عليهم بالاعدام. الاستاذ مصطفى وكل مصطفى في مصر ممن تخطى اعدادهم 1700، نحن نطلق هذه الحمله لحماية حق كل هؤلاء. الأستاذ مصطفى الآن خارج مصر، والحمد لله يمكن يبتعد كثيرا عن أيدي الانقلابيين، أما إخواننا في الداخل فهم تحت معاناة شديدة، وجاءتنا رسائل كثيرة من طيب. الأسر المحكوم عليهم. نعم دكتور محمود وبعضهم نعم. كان في أنا أسألك عما ذكره الأستاذ مصطفى البدري معاتبا لبعض الإجراءات التي قامت بها الحملة. الحقيقه بالنسبه لمؤتمر اسطنبول في تركيا، المؤتمر كان مدعو له جهات حقوقيه وبعض المؤسسات الحقوقيه سواء التركيه او المصريه مثل مؤسسه انسانيه والتنسيقيه المصريه للحقوق والحريات الاستاذ علاء عبد المنصف، وقام مجموعه عمل الحمله في تركيا بتنظيم المؤتمر، ولم يكن يعني في هدف هذا المؤتمر أن يتم دعوة جهات سياسية أو أحزاب أو الجبهة الثلاثية أو حتى البرلمان أو خلافه، كان مؤتمر حقوقي بحت من الناحية الإنسانية للحملة. وطبعا الأستاذ مصطفى أنا عاوز أقول لحضرتك إن كان لدى الحملة مؤتمر في نيويورك يوم الاثنين، وحضر أحد الإخوة المحكوم عليهم بالإعدام، وجاء مسافة 5 ساعات بسيارته لحضور هذا المؤتمر لأنه حكم عليه بالإعدام، وليكون فرصته لكل وزير العدل الأمريكي رامزي كلارك وتبادل الإيميلات، وقال له سأوصل صوتك لكل من أستطيع أن أوصله. بالنسبة لنقطة مشاهدة أو مناشدة أو استجداء الحملة لجهات، الحقيقة هذا ليس هدف الحملة، هدف الحملة هو فتح كل ممارسات الانقلاب التي يخفيها عن العالم، لأن الانقلاب في مصر يقوم بإجراءات تخالف كل أحكام القانون الدولي. لا. ونحن نوضحه ونعلم أن فتحه أمام كل جهات العالم يؤثر عليه وربما يتراجع في قراراته. نعم أشكركما شكرا جزيلا الدكتور محمود الشرقاوي منسق حملة إعدام وطن، كما أشكرك الأستاذ مصطفى البدري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، كنتما معنا عبر الهاتف.